بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قلت ما أحسن الله إليكم، طوى الله ذكر حملي. قبل هذا الآية السابقة الأقوال فيه وصدها ما كانت لابد من ذلك. لا قبلها لا يسجدوا لله. نعم لا يسجدوا لله. أحسن الله إليكم. قبلها الآية قبلها إيش؟ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نعم. وزين لهم الشيطان أعمالهم. نعم الأقوال الثلاثة، شو الأقوال؟ الفروق بين الأقوال الثلاثة. صدق. نعم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن لهم أعمالهم من عبادة الشمس والسجود لها حتى رأوها حسنة وأن ما هم عليه هو الحق. فصدهم عن السبيل، أي فمنعهم بتزيينه ذلك عن اتباع الطريق المستقيم. قبل الله وجثها الأقوال الثلاثة. ألا يعبدوا لله الذي، ألا يسجدوا لله، ألا. نعم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الغبا. ألا يسجدوا لله، قيل إنه متعلق بما قبله وفيه أقوال. نعم. قيل فهم لا يهتدون إلى السجود لله وحده، وقيل وزين لهم الشيطان أعمالهم لأجل ألا يسجدوا لله، وقيل فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله. طيب شو الفروق بين الأقوال هذه؟ ايش كلام الحافظ؟ قول الرابع انها غير متعلق بما قبله. نعم. وقيل انه غير متعلق بما قبله، والمعنى هل لا يسجد لله. الأقوال هذه ذكرها القرطبي يمكن. كثير رحمه الله جعلها قولين، قال وقوله ألا يسجدوا لله معناه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسن الله إليكم. قال الحافظ الكثير رحمه الله وقوله ألا يسجدوا لله معناه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقرأ بعض القراء ألا يا اسجدوا لله، جعلها ألا الاستفتاحية ويا للنداء، وحذف المنادى تقديره عنده ألا يا قوم اسجدوا لله. بس نعم بس على كلها قول الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون فيها قراءتان، ما تخفون وما تعلنون وما يخفون وما يعلنون. أما على قراءة ألا يسجدوا على حسب تفسير المفسر فالمناسب يقصد قراءة ما يخفون وما يعلنون، وأما إن كان على قراءة الكسائي ألا يا اسجدوا وهي قراءة سبعية فتناسب ما تخفون وما تعلنون، لأن اسجدوا فعل أمر وفعل الأمر للمخاطب فيقتضي أن الأفعال التي بعده تكون للمخاطب أيضا، يعني ألا يا قوم اسجدوا، وهو هنا لا يخاطب سليمان لأن سليمان يسجد لله، ولكنه لقوة استحضار ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم بقوله ألا يا اسجدوا. الهد لا يخاطب سليمان. أحسن الله إليكم. وهو هنا لا يخاطب سليمان لأن سليمان يسجد لله، ولكنه لقوة استحضاره ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم بقوله ألا يسجدوا، على يقصد يعني جعله من قول الهدهد. كيف؟ والله
يعني ما الخاص. طيب الأقوال الثلاثة ذكر القرطبي. أحسن عليكم. قال القرطبي قال النحاس هي يعني ألا هي أن دخلت عليها لا وأن في موضع نصب. قال الأخفش بزين أي وزين لهم لئلا يسجدوا لله. وقال الكسائي بفصدهم أي فصدهم ألا يسجدوا. وقال الكسائي بفصدهم أي فصدهم ألا يسجدوا، وهو في الوجهين مفعول له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان أن بدل من أعمالهم في موضع نصب. وقال أبو عمرو وأن في موضع خفض على البدل من السبيل. وقيل العامل فيها لا يهتدون أي فهم لا يهتدون أي يسجدوا لله، أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم. وعلى هذا القول لا زائدة، كقوله ما منعك ألا تسجد أي ما منعك أن تسجد. وعلى هذه القراءة فليس بموضع سجدة، لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود إما بالتزيين أو بالصد أو بمنع الاهتداء. هذا موضع سجدة، هذا مخالف لي يعني أنك سجدة ثابتة، سجدة ما فيها خلاف. القول الثاني وعلى إيش القول هذا عيد. وقيل العامل فيها لا يهتدون أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم. وعلى هذا القول لا زائدة، كقوله ما منعك ألا تسجد أي ما منعك أن تسجد. وعلى هذه القراءة فليس بموضع سجدة، لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود إما بالتزيين أو بالصد أو بمنع الاهتداء. أو بمنع الابتداء الاهتداء أو بمنع الاهتداء، يعني إيش نسجد عليهم إما. فليس بموضع سجدة، لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود إما بالتزيين أو بالصد أو بمنع الاهتداء. طيب، والقول الثالث ماذا كان؟ قول أنها غير متعلقة بما قبلها. أحسن عليك. وقيل إنه غير متعلق بما قبله، والمعنى هل لا يسجد لله، وكلها متقاربة. طيب أعد القراءة في التفسير الثلاثة. ألا يسجدوا قيل إنه متعلق بما قبله، وفيه أقوال، قيل فهم لا يهتدون إلى السجود لله وحده، وقيل وزين لهم الشيطان أعمالهم لأجل ألا يسجدوا لله، وقيل فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله، وقيل إنه غير متعلق بما قبله، والمعنى هل لا يسجدوا لله، وكلها متقاربة. أحسن الله إليكم، أليست الأقوال الثلاثة الأولى لا متقاربة؟ لا، بس نشتبه كلها متقاربة. أحسن الله إليكم. طيب، مش بعده؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض. وقيل الذي يظهر ما خفي وخبئ فيهما من مطر ونبات ومعادن وغير ذلك. الأول أي يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض. وقيل الذي يظهر ما خفي وخبئ فيهما من مطر ونبات ومعادن وغير ذلك. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي ما يخفيه العباد وما يعلنونه، فالسر والعلانية عنده سواء. الله لا إله إلا هو، أي المألوه المعبود الذي لا معبود بحق سواه ولا يستحق العبادة غيره، لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك.
رب العرش العظيم أي الذي ليس في المخلوقات أعظم منه، فهو أعظمها وأكبرها وأعلاها وسقفها، وهو العرش الذي استوى عليه أحسن الله عليكم. رب العرش العظيم أي الذي ليس في المخلوقات أعظم منه، فهو أعظمها وأكبرها وأعلاها وسقفها، وهو العرش الذي استوى عليه الله تعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو غير محتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، فهو الكامل بذاته وأسمائه وصفاته، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. والظاهر أن هذا كله من كلام الهدهد، ولهذا لما كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إزالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. السماوات تشمل العرش، لأن كل شيء في السماء فهو سماء. نعم، أحسن الله عليكم. كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، والظاهر أن هذا كله من كلام الهدهد، ولهذا لما كان داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده نهي عن قتله، كما في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وقد صار هذا الخبر عذرا للهدهد، لأن سليمان كان لا يرى لأحد في الأرض مملكة سواه، وكان مع ذلك يحب الجهاد، فلما دله الهدهد على مملكة لغيره وعلى قوم كفرة يجاهدهم صار ذلك عذرا له. وفي منتهى هذه الآية موضع سجود تلاوة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله ألا يسجدوا لله. إيش؟ وفي منتهى هذه الآية موضع سجود تلاوة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله ألا يسجدوا لله. طيب. ثم قال الله تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. لما فرغ الهدهد من كلامه وأبدى عذره في غيبته، لم يتسرع سليمان عليه السلام في تصديقه أو تكذيبه، وذلك لكمال عقله ورزانته ووقاره، بل أخر أمره إلى أن يتبين له صدقه من كذبه فيبني أحكامه على ذلك. ولهذا قال للهدهد: سننظر، أي فيما أخبرتنا به، أصدقت أي في إخبارك فيه، أم كنت من الكاذبين أي أم كنت كاذبا في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك إياه. وقال أم كنت من الكاذبين، ولم يقل أم كذبت، مبالغة في نسبته إلى الكذب إن ثبت كذبه، وذلك لأن سوقه هذه الأقاويل الملفقة على ترتيب أنيق من غير أن يكون لها مصداق وحقيقة لا يمكن أن يصدر إلا عمن له قدم راسخ في الكذب، قد صار الكذب سجية وعادة له لا ينفك عنه. ثم كتب سليمان عليه السلام كتابا وختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا، وسيأتي نصه ومضمونه، فألقه إليهم أي إلى أهل سبأ، وجمع الضمير ولم يقل إليها، لأن المقصود تبليغ ما فيه لجميع القوم والكشف عن حالهم بعده. ثم تول عنهم أي تنحى عنهم، فكن قريبا منهم بحيث تسمع مراجعاتهم. وحمل التولي على التنحي، لأن التولي بالكلية ينافي قوله فانظر ماذا يرجعون. في الدرس الماضي في قولكم أحسن الله إليكم تنحى عنهم فكن قريبا منهم بحيث تسمع مراجعاتهم، قلتم تعدل مراجعتهم، يعني تعدل على مراجعتهم أم مراجعتهم؟ مراجعتهم. ثم تولى عنهم أي تنحى عنهم فكن قريبا منهم بحيث تسمع مراجعتهم،
وحمل التولي على التنحي لأن التولي بالكلية ينافي قوله فانظر ماذا يرجعون، أي ماذا يتراجعون به من الكلام في شأن الكتاب، وما يكون جوابهم عنه من قبول أو رفض. وقد جعل إرسال الكتاب إليهم لتحقيق من قبول أو ترك. أحسن الله إليكم. أي ماذا يتراجعون به من الكلام في شأن الكتاب وما يكون جوابهم عنه من قبول أو ترك. وقد جعل إرسال الكتاب إليهم لتحقيق صدق خبر الهدهد لأنه سينكشف. وقد جعل إرسال الكتاب إليهم لتحقيق صدق خبر الهدهد لأنه سينكشف بعد توجيه كتابه إلى ملكة سبأ ما يصدق خبر الهدهد إن جاء من الملكة جواب عن كتابه أو يكذب خبر الهدهد إن لم يجئ منها جواب. ثم قال الله تعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طوى الله ذكر حمل الهدهد كتاب سليمان عليه السلام إلى أهل سبأ وأنه ذهب به إلى بلادهم فألقاه إليهم وتنحى عنهم حسب ما أمر به، وإنما طوى ذكره إيذانا بكمال مسارعته إلى إقامة ما أمر به من الخدمة وإشعارا بالاستغناء عن التصريح به لغاية ظهوره. وإنما طوى ذكره إيذانا بكمال مسارعته إلى إقامة ما أمر به من الخدمة وإشعارا بالاستغناء عن التصريح به لغاية ظهوره. ثم بين تعالى قول بلقيس لملئها بعد أن ألقى الهدهد إليها الكتاب، فقال تعالى قالت يا أيها الملأ وهم وزراؤها وكبراء دولتها وأشراف قومها إني ألقي إلي. وقد ذكر بأن الهدهد لما جاء قصر بلقيس ألقاه إليها من قوة هنالك بين يديها. كتاب كريم قيل وصفته بالكرم. أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى قول بلقيس لملئها بعد أن ألقى الهدهد إليها الكتاب، فقال تعالى قالت يا أيها الملأ وهم وزراؤها وكبراء دولتها وأشراف قومها إني ألقي إلي. وقد ذكر بأن الهدهد لما جاء قصر بلقيس ألقاه إليها من قوة هنالك بين يديها. كتاب كريم قيل وصفته بالكرم لما رأته من عجيب أمره ووصوله إليها على منهاج غير معتاد، وذلك كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وقيل لكونه مختوما يقال كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصا بإطلاع من أرسل إليه، وهو يطلع عليه من يشاء ويكتبه عمن يشاء. وقيل وصفته بالكريم لنفاسته في جنسه. إيش الأول؟ قول الأول. قيل وصفته بالكرم لما رأته من عجيب أمره ووصوله إليها على منهاج غير معتاد، وذلك كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا. وقيل لكونه مختوما يقال كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصا بإطلاع من أرسل إليه وهو يطلع عليه من يشاء وهو يطلع عليه من يشاء ويكتمه عمن يشاء. وقيل وصفته بالكريم لنفاسته في جنسه بأن كان نفيس الصحيفة والتخطيط بهيج الشكل مستوفيا كلما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه. ثم بينته لهم فقالت إنه من سليمان. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليق على تفسير الجلالين، قال المفسر رحمه الله إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني فسر الكريم بالمختوم لأن ختمه دليل على أهميته، فالكتب والرسائل المختومة يعتنى بها
وحتى الآن إذا كان الشيء مهما تجده يختم بالشمع وما أشبه ذلك لئلا يزور، ولكن تفسير الكريم بالمختوم ليس بصحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه، فالكريم معناه المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. أحسن الله إليكم. قال: ولكن تفسير الكريم بالمختوم ليس بصحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه، فالكريم معناه المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. أحسن الله إليكم. الأقوال التي عندنا أحسن الله إليكم ما ذكر هذا، أي أن المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة معنى الكريم. إيش المعاني الكريم؟ إيش؟ أحسن الله إليكم. قيل: وصفته بالكرم لما رأته من عجيب أمره ووصوله إليها على منهاج غير معتاد، وذلك كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا. وقيل: لكونه مختوما يقال كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع من أرسل إليه، وهو يطلع عليه من يشاء ويكتمه عن من يشاء. وقيل: وصفته بالكريم لنفاسته في جنسه بأن كان نفيس الصحيفة والتخطيط بهيج الشكل مستوفيا كلما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه. وقيل وصفته بالكريم لنفاسته في جنسه بأن كان نفيس الصحيفة والتخطيط بهيج الشكل مستوفيا كلما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه. زاد قولا عن سادس. نعم أحسن عليكم. فالكريم معناه المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين: فالكريم معناه المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. عندنا ثلاثة أقوال. نعم. يعني كأنه زاد قول الشيخ ابن عثيمين. أعد القولين. أحسن الله عليكم. قيل: وصفته بالكرم لما رأته من عجيب أمره ووصوله إليها على منهاج غير معتاد، وذلك كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا. وقيل: لكونه مختوما يقال كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع من أرسل إليه، وهو يطلع عليه من يشاء ويكتمه عن من يشاء. وقيل: وصفته بالكريم لنفاسته في جنسه بأن كان نفيس الصحيفة والتخطيط بهيج الشكل مستوفيا كلما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه. هذا ذكر الحافظ كثير، ذكر هذا ولا ذكر القرطبي؟ ذكر أول الأقوال. نعم. واللي فصل ما فصل ذكر فقط قال: تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. إيش هذا؟ عاد. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير: كتاب يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. هذا إيش؟ هذا شأن إيش؟ لا، وهذا شيء لا يصل إليه الملوك، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك، من كون أنه طائراً. نعم. من كون أنه طائراً أتى وألقى. يعني نعم صحيح. وهذا إيش هو العبارة؟ بسم الله عليكم. تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك.
صحيح، لأنه لا يوفقه الطائر، الطائر سليم صخر لسليمان. نعم. كريم يعني بسبب ما تضمنه من المعاني، وهذا ليس موجودا من ضمن الأقوال. قال ليش؟ أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلق تفسير الجلالين، قال المفسر رحمه الله: إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني فسر الكريم بالمختوم، لأن ختمه دليل على أهميته، فالكتب والرسائل المختومة يعتنى بها، وحتى الآن إذا كان الشيء مهما تجده يختم بالشمع وما أشبه ذلك لئلا يزور. ولكن تفسير الكريم بالمختوم ليس بصحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه، فالكريم لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه. صحيح. فالكريم معناه المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. طيب، والأقوال السابقة. أحسن الله إليكم. قيل وصفته بالكرم لما رأته من عجيب أمره ووصوله إليها على منهاج غير معتاد، وذلك كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا. وقيل لكونه مختوما يقال كرم الكتاب ختمه، ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع من أرسل إليه، وهو يطلع عليه من يشاء ويكتمه عمن يشاء. وقيل وصفته بالكريم لنفاسته في جنسه، بأن كان نفيس الصحيفة والتخطيط بهيج الشكل، مستوفيا كلما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه. القول الرابع ما ذكر هذا الشيخ. قول الشيخ وقيل إيش؟ كلام الشيخ محمد. نعم. فالكريم معناه المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. نعم، هذا ما ذكر في الأقوال. نعم. شريف بصاحبه. قال وقيل سمته كريما لأنه كان كم قول ذكر البغوي؟ البغوي زاد بالنسبة لما ذكرتم، لعله زاد قولين. وش قال؟ أحسن الله إليكم. قال عطاء والضحاك سمته كريما لأنه كان مختوما، وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرامة الكتاب ختمه. طبعا في التخريج فيه راوي متروك. هذا هو في عند الطبراني في الأوسط. صلى الله عليكم. وقال قتادة ومقاتل كتاب كريم أي حسن، وهو اختيار الزجاج. وقال ما بين وش الحسن هذا. وقال حسن ما فيه. حسن ما فيه هذا اللي ذكر الشيخ محمد. نعم. قال وقال قتادة ومقاتل كتاب كريم أي حسن، وهو اختيار الزجاج. وقال حسن ما فيه، هذا لعله قول الزجاج. نعم. وروي عن ابن عباس كريم أي شريف لشرف صاحبه. وقيل سمته كريما لأنه كان مصدرا ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بينت ممن الكتاب فقالت إنه من سليمان. طيب، القرطبي ذكر الأقوال هذه. أحسن الله إليكم. الآلوسي ذكر قال أحسن الله إليكم ووصفت الكتاب بالكرم لكونه مختوما، ففي الحديث كرم الكتاب ختمه، وفي شرح أدب هذا في رواه متروك. نعم أحسن الله. وفي شرح أدب الكاتب يقال أكرمت الكتاب فهو كريم إذا ختمته. وقال ابن المقفع من كتب إلى أخيه كتابا ولم يختمه فقد استخف به. وقد فسر ابن عباس وقتادة وزهير بن محمد الكريم هنا بالمختوم، وفيه كما قيل استحباب ختم الكتاب لكرم مضمونه وشرفه، أو لكرم مرسله وعلو منزلته، وعلمت ذلك بالسماع أو بكون كتابه مختوما باسمه على عادة الملوك والعظماء، أو بكون رسوله به الطير، أو لبداءته باسم الله عز وجل، أو لغرابة شأنه ووصوله إليها على منهاج غير معتاد. وقيل إن ذلك لظنها إياه بسبب أن الملقي له طير، أنه كتاب سماوي وليس بشيء. وقيل إيش؟ وقيل
وقيل إن ذلك لظنها إياه بسبب أن الملقي له طير أنه كتاب سماوي وليس بشيء، وبناء ألقي للمفعول لعدم الاهتمام بالفاعل، وقيل لجهلها به أو لكونه حقيرا. ماذا الروسي؟ ثم نزل نقل عن ابن عربي. ها؟ ثم نقل قول عن ابن عربي. أحسن الله عليكم. جعلوا قول مستقلا أنها لأنها رأت ما في صدره بسم الله الرحمن الرحيم، لكن يكون هذا داخل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن يكون بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن المعاني العظيمة. نعم صحيح. بس طيب من أضاف القول؟ ها؟ نعم كله شوي الأساس على القرطبي. شو قال القرطبي؟ صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله، قال في ستة مسائل. الأولى قوله تعالى قالت أيها الملأ، في الكلام حذف والمعنى فذهب فألقاه إليهم فسمعها وهي تقول يا أيها الملأ، ثم وصفت الكتاب بالكريم إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا لسليمان عليه السلام. لكن وهل كانت تعلمه أحسن ما ذكر يعني ها؟ هل كانت تعلمه هي؟ لا يعني كأنها ما تعلمه، لكن كأنها يعني استشفت هذا من رسالة الخطاب. نعم كنا بواسطة طائرة. نعم. قال وهذا قول ابن زيد، وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم فكرامة الكتاب ختمه، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لأنه بدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، وقيل لأنه بدأ فيه بنفسه ولا يفعل ذلك إلا الجلة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كتب إلى عبد الله إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، من عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، إني أقرأ لك، إني أقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت. هذا إيش كلام من؟ قال وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. هذا لما تمت البيعة، وكان قبل ذلك متوقف هو أبناؤه ما يدخل في وقت الخلاف، فلما تمت الكلمة عبد الملك مروان وزال الخلاف بايع ابن عمر، قال إني أقر إيش السمع والطمع. السمع نعم. قال من عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، إني أقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت، وإن بني قد أقر لك بذلك. وقيل توهمت أنه كتاب جاء من السماء إذ كان الموصل طيرا. وقيل توهمت صلى الله عليكم، وقيل كريم حسن كقول ومقام كريم أي مجلس حسن، وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا ما يغير النفس. هذا صار طيب أقول هذا. وقيل إيش أحسن الله عليكم، وقيل وصفته بذلك داخل في ملك رسول محمد. نعم. وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا ما يغير النفس، ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل. ألا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها. صحيح. قال هذا أحسنها.
وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان. انتهت الأقوال. نعم. طيب المهم هذا يضاف هذا القول، هذا نختار من الأقوال كثيرة. عدد الأقوال في التفسير. هو الأخير. ها؟ الأخير. عند القرطبي. باقي قول. لا أقول أحسن لكم نضيف القول الأخير. القول الأخير وهو اللي ذكر الشيخ محمد رحمه الله، يعني لأنه ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولما تضمنه من المعاني. أقرأ في التفسير. أحسن الله عليكم. قيل وصفته بالكرم لما رأته من عجيب أمره ووصوله إليها على منهاج غير معتاد، وذلك كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وقيل لكونه مختوما يقال كرم الكتاب ختمه، ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع من أرسل إليه وهو يطلع عليه من يشاء ويكتمه عن من يشاء. وقيل وصفته بالكريم لنفاسته في جنسه بأن كان نفيس الصحيفة والتخطيط بهيج الشكل مستوفيا كلما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه. طاف القول الرابع، قول يجمع بينه وبين قول الرابع القرطبي. وقيل إيش؟ وقيل أحسن الله عليكم. وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القون. لأنه ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تضمنه. نعم. لأنه افتتحه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تضمنه من لين القول وإيش؟ أحسن الله عليكم. قال نعم، من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل. جميل. وحسن الاستعطاف والاستلطاف. طيب أضاف قيل لأنه ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تضمن من لين القول. نعم. والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل. طيب الشيخ محمد المعاني العظيمة المؤثرة ولما تضمنه من هذه المعاني العظيمة المؤثرة ولما تضمنه من هذه المعاني العظيمة المؤثرة. إن ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولما تضمنه من دين القول الدعوة إلى الله ولما تضمنه من المعاني العظيمة المؤثرة. اقرأ الرابع. أحسن الله عليكم. وقيل لأنه ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تضمنه من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف ولما تضمنه من هذه المعاني العظيمة المؤثرة. طيب بس والعال هذا هو الأقرب. أحسن الله عليكم. ثم بينته لهم فقالت إنه من سليمان، وهي يعني موصوفة برجاحة العقل أنها امرأة عاقلة وفاهمة، ولعل هذا هو الأقرب أقربها. نعم. ولعل هذا أقربها. أحسن الله عليكم. ثم بينته لهم فقالت إنه من سليمان، أي إنه مرسل من سليمان، وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح خطابه لهم بالبسملة، ألا تعلوا علي، أي لا تتكبروا علي وتترفعوا عن الخضوع إلي، وأتوني أي أقبلوا إلي مسلمين أي منقادين لأمري من الاستسلام، وقيل مؤمنين موحدين من الإسلام وعليه الأكثر. نعم. وهو الأصل. وقيل إيش؟ وقيل مؤمنين موحدين من الإسلام وعليه الأكثر. نعم. وهو الأرجح والأقرب. نعم. أحسن الله. المسلم الظاهر مثل المسلمين، يعني مسلمين من الإسلام، مسلمين لله، وقد يشمل الأمرين، مقادين لي لا تخالفون ومؤمنين بالله، ما في أحد ذكر القولين. لكن أحسن الله إليكم القول الأول مستسلمين مقادين لأمري، والقول الثاني مستسلمين لأمر الله.
مقادرة لشرعه. لكن أحسن الله إليكم، القول الأول ألا يدخل في قوله ألا تعلوا علي؟ بلى. سري علي تكرار ما بعيد هذا، وكون الكلام معنى كون الكلام يفيد معنى مؤسس أو لم يكون يفيد معنى مؤكد. أحسن الله إليكم. قال القرطبي وأتوني مسلمين أي منقادين طائعين مؤمنين. نعم هذا هو الأقرب. جمع بين. نعم. جمع بين القولين. إيه في ذكر في جنب القولين، في أحد جمع القولين. أنا أسأل أحسن رأيكم. منقادين طائعين مؤمنين. إيه. مؤمن قال وأتوني مسلمين في قوله تعالى قال مؤمنين طائعين. قيل هو من الإسلام وقيل هو من الاستسلام. نعم من الإسلام هذا يعني مؤمنين، من الاستسلام طيب. نعم هو قولا لكن الأرجح الثاني. لماذا؟ لأن لو أخذ أقول بالأول صار تكرر مع قول ألا تعلوا، ألا تعلوا علي وأتوا المسلمين. ألا تعلوا كافية في الإسلام، ألا تعلوا إسلام. طيب قولا أعد القولين. وأتوني أي أقبلوا إلي مسلمين أي منقادين لأمري من الاستسلام، وقيل مؤمنين موحدين من الإسلام وعليه الأكثر. ابن كثير أحسن الله عليكم قال وأتوني مسلمين في قوله تعالى وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي. هذا القول الأول. نعم وأتوني مسلمين قال ابن عباس موحدين، وقال غيره مخلصين، وقال ابن عيينة طائعين. طيب مسلمين أقول من الإسلام والتوحيد. حسنا عند التفسير أقول مسلمين من الإسلام، قيل من الإسلام وقيل من الإسلام. نعم أي منقادين لأمري من الاستسلام، وقيل مؤمنين موحدين من الإسلام وعليه الأكثر. لا بس أكثر وهو الأرجح. لا وهو الأرجح بس ما يحتاج عليه الأكثر. عليه الأكثر وهو الأرجح. وقيل مؤمنين موحدين من الإسلام وهو الأرجح. وعلى هذا فقد جمع سليمان بين دعوتهم إلى مسالمته وطاعته بصفة الملك، وبين دعوتهم إلى اتباع دين التوحيد بصفة النبوة. نعم وكتاب سليمان هذا في غاية الوجازة مع البيان التام، فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها والانقياد لأمره. إيش؟ وكتاب سليمان هذا في غاية الوجازة مع البيان التام، فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها وعن البقاء على حال وعن البقاء. فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه وعن البقاء على حالهم التي هم عليها والانقياد لأمره. ونكرر وتضمن ودعوتهم إلى الانقياد لأمره. ودعوتهم إلى الانقياد لأمره والدخول تحت طاعته ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالمسملة كاملة. بس هذا في إطار ودعوتهم إلى الانقياد لأمره. إيش؟ ودعوتهم إلى الانقياد لأمره والدخول تحت طاعته ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. بس هذا في ستكا. ودعوتهم إلى إيش؟ إلى الانقياد لأمره. ودعوتهم إلى طاعته. ودعوتهم إلى طاعته ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. نعم. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في رسائله إلى الملوك يقول وفيه
وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في رسائله إلى الملوك يقول: من محمد رسول الله إلى فلان. اللهم صل وسلم. وفيه بيان ما أوتي سليمان من البلاغة والفصاحة وجوامع الكلم، لأنه نبي كريم. أحسن الله إليكم. وفيه بيان ما أوتي سليمان من البلاغة والفصاحة وجوامع الكلم لأنه نبي كريم. ثم قال الله تعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ثم بين تعالى بأن بلقيس لما قرأت كتاب سليمان على ملئه استشارتهم في أمرها الذي نزل بها، فقال تعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي أشير. فقال تعالى عنها، فقال على أنها، لأن مذكور هنا فقال تعالى قالت. طيب فقال. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي أشيروا علي في هذا الأمر بما عندكم من الرأي والتدبير. أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى بأن بلقيس لما قرأت كتاب سليمان على ملأه أو على ملأها. لما قال سليمان نعم، قال ملأه من قومه، قالت يعني على ملأها، على الأشراف. نعم على ملأها. ثم بين تعالى أن بلقيس لما قرأت كتاب سليمان على ملئها استشارتهم في أمرها الذي نزل بها، فقال تعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي أشيروا علي في هذا الأمر بما عندكم من الرأي والتدبير. وأضافت الأمر إلى ضميرها لأنها المخاطبة بكتاب سليمان، ولأنها الموكلة بما يجب إجراؤه من شؤون المملكة، وعليها تبعة الخطأ في ذلك. يعني موكلة كذا. نعم. من اللي وكلها؟ ظاهره. ها؟ ظاهره أنها ليست ملكة، هي موكلة. نعم. اسم مفعول لها. إيه. من اللي وكلها؟ وليها ليش؟ صلى الله عليكم. وأضافت الأمر إلى ضميرها لأنها المخاطبة بأمر سليمان، ولأنها الموكلة بما يجب إجراؤه من شؤون المملكة. ولأنها الملكة التي تدبر شؤون المملكة. ولأنها بدل موكل الملكة. نعم. ولأنها الملكة التي تدبر شؤون المملكة. نعم. وعليها تبعة الخطأ في ذلك. ما كنت قاطعة أمرا، أي من الأمور المتعلقة بالملك، حتى تشهدون، أي تحضرون. والمعنى أني لا أستبد بأمر ولا أبت في أمر إلا بمحضركم ومشورتكم وموافقتكم لي فيه. وهذا إعلام منها لهم بأن ذلك دأبها وعادتها معهم في كل أمر يعرض لها، فكيف لا تستشيرهم في هذه الحادثة الكبرى التي هي الخروج من الملك والانسلاك في طاعة الغير والصيرورة تبعا له. إيش؟ وهذا دأبها وعادتها. أحسن الله عليكم. وهذا إعلام منها لهم بأن ذلك دأبها وعادتها معهم في كل أمر يعرض لها، فكيف لا تستشيرهم في هذه الحادثة الكبرى التي هي الخروج من الملك والانسلاك في طاعة الغير والصيرورة تبعا له.
قالوا نحن أولو قوة أي في العدد والعدة، وأولو بأس شديد أي بلاء وشدة وشجاعة في الحرب. وأرادوا بقولهم هذا بأنهم مستعدون للقتال والدفاع عن مملكتهم لتوفر وسائل القوة والقتال والقدرة على الغلبة عندهم، وهو تعريض منهم بأنهم يميلون إلى القتال. إيش؟ أحسن الله عليكم. وأرادوا بقولهم هذا بأنهم مستعدون للقتال والدفاع عن مملكتهم لتوفر وسائل القوة على القدرة لتوفر وسائل القوة على القتال والقدرة على الغلبة عندهم، وهو تعريض منهم بأنهم يميلون إلى القتال لتوفر وسائل القوة على القتال والقدرة على الغلبة عندهم. توفر وسائل القوة والقدرة على القتال لتوفر وسائل القوة والقدرة على القتال والغلبة. الغلبة وش الدليل على أنهم يميلون إلى نحن قولهم نحن إيه؟ لكن هذا يظل على الغلبة يعني من باب الاستعظام طيب قوتي والقدرة والغلبة قوتي والقدرة والغلبة نعم أحسن الله عليكم. لتوفر وسائل القوة والقدرة والغلبة عندهم نعم. إذن تحذف على القتال؟ لا ما تحذف. لتوفر وسائل القوة والقدرة على القتال والغلبة عندهم. وهو تعريض منهم بأنهم يميلون إلى القتال. القوة والقدرة على القتال والغلبة في ظنهم. أحسن الله عليكم. لتوفر وسائل القوة والقدرة على القتال والغلبة في ظنهم، وهو تعريض منهم بأنهم يميلون إلى القتال. ومع ميلهم لهذا الرأي إلا أنهم فوضوا الأمر إليها لعلمهم بعقلها ونصحها وثقتهم بأصالة رأيها، ولهذا قالوا والأمر إليك أي راجع إليك، فانظري ماذا تأمرين أي ما تأمرين به من الرأي نمتثله ونطيعه. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أي إذا دخلوها عنوة وقهرا عنوة أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أي إذا دخلوها عنوة قالت أحسن الله إليكم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أي إذا دخلوها عنوة وقهرا أفسدوها. نعم فتح العين أحسن الله إليكم. عنوة نعم يعني ليس صلحا. نعم أحسن الله إليكم. أي إذا دخلوها عنوة وقهرا أفسدوها أي بتخريب ديارها ونهب أموالها وقتل أهلها وأسرهم، وجعلوا أعزة أهلها أذلة أي وقصدوا أهل الرئاسة والشرف من الولاة ونحوهم، فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر، وكذلك يفعلون. قيل هذا من قولها تأكيد لما وصفت من حالهم وتقرير له بأن ذلك قيل هذا من قولها تأكيد لما وصفت من حالهم وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة عند الحروب إذا انتصر أحدهم على الآخر. وقيل هو من كلام الله تعالى تصديقا لها، والمقصود أنها رأت أن القتال رأي غير سديد، وبينت لهم سوء مغبته وعاقبته، ولهذا عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة. يعني هم على عكس ما يميلون القتال، وهي رأت رأي مخالف، يعني على عكس إيش حسن الله المقصود والمقصود أنها رأت أن القتال رأي غير سديد، وبينت لهم سوء مغبته وعاقبته،
ولهذا عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية. وقد اختلف في ماهيتها ووصفها، والمقصود أنها هدية عظيمة وأنها كانت مالا، فناظرة بما يرجع المرسلون أي من الجواب من عنده. قيل إنها قصدت بهديتها الملاطفة والموادعة لعله يقبلها فيصالحهم ويسلم من قتاله، وقيل إنها قصدت اختبار نبوته من ملكه، وأنه إن يكن نبيا لم يقبل الهدية ولم يرض منا إلا أن نتبعه على دينه، وإن يكن ملكا قبل الهدية. أحسن الله إليكم. وإني مرسلة إليهم بهدية. نعم. وقد اختلف في ماهيتها ووصفها، والمقصود أنها هدية عظيمة وأنها كانت مالا، فناظرة بما يرجع المرسلون أي من الجواب من عنده. قيل إنها قصدت بهديتها الملاطفة والموادعة لعله يقبلها فيصالحهم ويسلم من قتاله. لعله يقبلها فيصالحهم ويسلم من قتاله. ويسلم. نعم. بالواو. نعم. هو تسلم هي. طيب. يسلم هي وقوم. نعم. هي وقومها. أحسن الله عليك. نعم. وتسلم هي وقومها من قتال. وتسلم هي وقومها من قتاله. نعم. قتاله. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل إنها قصدت اختبار نبوته من ملكه، وأنه إن يكن نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضى منا إلا أن نتبعه على دينه. وقيل. أحسن الله إليكم. وقيل إنها قصدت اختبار نبوته من ملكه، وأنه إن يكن نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضى منا إلا أن نتبعه على دينه، وإن يكن ملكا قبل الهدية ولم يرضى إلا أن يتبع على دينه. ما في منا أحدث منا ولم يرضى إلا أن يتبع على ولم يرضى منا إلا لا ما في منا أحسن منا ولم يرضى إلا أن يتبع إلا أن نتبعه على إلا أن يتبع بالياء. أحسن الله. أحسن الله إليكم. وقيل إنها قصدت اختبار نبوته من ملكه، وأنه إن يكن نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضى إلا أن يتبع على دينه. نعم. وإن يكن ملكا قبل الهدية. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين الله تعالى ما كان من سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه رسل بلقيس بالهدية. ما كان من رد سليمان. نعم. أحسن الله إليكم. ثم بين الله تعالى ما كان من رد سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه رسل بلقيس بالهدية، فقال تعالى: فلما جاء سليمان، أي جاءه المرسلون بالهدية، قال: أي سليمان أتمدونني بمال؟ استفهام إنكاري، أي أتصانعونني بمال لأترككم على كفركم وعلى كفركم وملككم؟ فما آتاني الله، أي من الملك والمال، خير مما آتاكم، أي أفضل مما آتاكم نفاسة وكثرة ووفرة. والمعنى: فلا أبالي بجميع ما عندكم فضلا عن هديتكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي بل أنتم بما يهدى إليكم تفرحون لقلة ما بأيديكم ولحبكم الدنيا. أما أنا فليست تقع عندي موقعا ولا أفرح بها، لأن الله تعالى قد أعطاني ما لم يعطي أحدا، وهذا يتضمن رد هديتهم عليهم، وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.
ولهذا قال متوعدا إياهم إن لم يأتوا إليه مسلمين ارجع إليهم، أي بهديتهم، والخطاب لرئيس الوفد. فلنأتينهم قسم، أي فوالله لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم على قتالها ومقابلتها لكثرتها وقوتها. ولنخرجنهم منها، أي من بلدهم وهي سبأ، أذلة، أي حال كونهم أذلة بعدما كانوا فيه من العز والتمكين، وهم صاغرون، أي مهانون، لكون إخراجهم بطريق الأسر والاستعباد لا بطريق الإجلاء. أحسن الله عليكم. ولنخرجنهم منها، أي من بلدهم وهي سبأ، أذلة، أي حال كونهم أذلة بعدما كانوا فيه من العز والتمكين، وهم صاغرون، أي مهانون، لكون إخراجهم بطريق الأسر والاستعباد لا بطريق الإجلاء. لكون إخراجهم بطريق الأسر والاستعباد لا بطريق الإجلاء. ما في إهانة لهم؟ نعم، على أكثر إهانة إذا كان يعني أخف. نعم. ها؟ لكون إيش؟ لكون إخراجهم بطريق الأسر والاستعباد لا بطريق الإجلاء. ما يحتاج إلى بطريق الإجلاء، هذا ما لازم. هذا هو مشهور، ما أدري هل جاء في الحديث اسمه أبو القيس، ما أذكر الآن، لكن هذا مشهور عند المفسرين، يراجع يمكن يحتمل مشهور. نعم. هل هذه الهدية تعتبر من الرشوة أحسن الله، ويستدل بالقصة على تحريم الرشوة؟ لا، الرشوة تحريم الرشوة فيها حديث صحيح، ما فيها. أحسن الله إليكم. ما هي نوع من الرشوة؟ ما شك، هي نوع من الرشوة، هي نوع من الرشوة، يعني ترشيه يسكت عنها. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. في قول قيل إنها قصدت بهديتها الملاطفة والموادعة، نسبه الماوردي إلى قتادة أحسن الله إليكم، لكن بدل الموادعة قال استنزال. استنزال؟ نعم، باب الملاطفة والاستنزال. في فرق أحسن الله إليكم. ما إيش استنزال؟ وش معنى استنزال؟ يعني التنزل، لعله تنازل. نعم. نعم، ملاطفة وهي رشوة في نفس الوقت، رشوة لهم بتركها على حالها. استنزال يعني تنزل، يعني ينزل عن رأيه الأول. ها؟ ممكن يترك رأيه بالحرب، ينزل من رأي الحرب إلى رأي الملاطفة والموادعة. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قلتم أحسن الله إليكم، لما رجع المرسلون إلى بلقيس بالهدية أبلغوها بما قال سليمان، فسمعت وأطاعت هي وقومها، إذ علمت أنه نبي لا ملك ولا طاقة لها بقتال نبي، فأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة منقادة. فلما علم سليمان بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال مخاطبا ملأه:
يا أيها الملأ وهم أشراف مملكته من الإنس والجن الذين سخرهم الله له، أيكم يأتيني بعرشها، أي بعرش بلقيس، وكانت خلفت عرشها بسبأ ووكلت به حفظة قبل أن يأتوني مسلمين؟ قيل هو من الدخول في دين الإسلام، وأنه طلب عرشها لأنه أراد أن يأخذه قبل أن يعصمها ومالها الإسلام، لأنها إذا أتت مسلمة لم يحل له أخذ مالها بغير رضاها. أحسن الله إليكم. لأنها إذا أتت مسلمة لم يحل له أخذ مالها بغير رضاها. وقيل قبل أن يأتوني مسلمين، أي منقادين خاضعين. وعلى هذا القول قيل إنه أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله وأجراه على يده، ليجعله دليلا على صحة نبوته، سيما بعد أن علم باستيثاقها من عرشها وأنها وكلت عليه حفظة. وقيل أراد أن يأتوه به قبل وصولها لتنكيره اختبارا لها في عقلها وفطنتها. إيش أعد؟ أحسن الله إليكم. قبل أن يأتوني مسلمين. أحسن الله إليكم. يا أيها الملأ وهم أشراف مملكته من الإنس والجن الذين سخرهم الله له، أيكم يأتيني بعرشها، أي بعرش بلقيس، وكانت خلفت عرشها بسبأ ووكلت به حفظة قبل أن يأتوني مسلمين؟ قيل هو من الدخول في دين الإسلام، وأنه طلب عرشها لأنه أراد أن يأخذه قبل أن يعصمها ومالها الإسلام، لأنها إذا أتت مسلمة لم يحل له أخذ مالها بغير رضاها. وقيل قبل أن يأتوني مسلمين، أي منقادين خاضعين. وعلى هذا القول قيل إنه أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله وأجراه على يده، ليجعله دليلا على صحة نبوته. نعم. إنه إيش؟ لا، أن الراجح الأول قبل أن يأتوني مسلمين. يريد يأخذ العرش قبل أن تسلم، لأن إذا أسلمت ما حل له، لأن في الأول مالها حلال قبل أن تسلم، فإذا أسلمت عصبت مالها، فيريد أن يأخذ العرش قبل أن تعصمه بإسلامها. لا، ما هو طلبه سواء بحاجة بطلبها سواء بحاجة أو بحاجة، طلبها ليبين له أيضا، تبين لها فيما إذا جاءت قوته، وليسألها بعد ذلك، وليعلمه يغير بعض الأشياء ويسألها عنها، أنه مقصد، لكن هو مقصد هذه المقاصد كلها تفوت إذا أسلمت، ما يستطيع أخذ. لعل بمن طوي رجح الثاني. ها؟ على كل حال كل وجهة. البغوي ذكر القولين. إيه، وش قال البغوي؟ كما ذكرت. إيه، وشو لك الترجيح؟ مش قال لا، ترجيح فقط نقلوا في التحقيق ترجيح الطبري. ها، في التحقيق نقلوا ترجيح قال وهو مرجحه الطبري، صلى الله عليكم. واختلفوا في السبب الذي قال الإمام البغوي رحمه الله، واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها، فقال أكثرهم لأن سليمان علم أن إن أسلمت يحرم عليه مالها، فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. هذا هو الظاهر المتبادر. نعم. وقيل ليريها قدرة الله عز وجل وعظم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها. وقال قتادة لأنه أعجب. الثاني داخل في القول الأول. إذا جاء يعني العرش وصل إليها حصل الإسلام، يحصل الأمر الثاني. هنا في تحقيق البغوي. نعم. ذكروا. إيه، وقال كم. فقط وقال قتادة لأنه أعجبته صفته لما وصفه الهدهد، فأحب أن يراه. قال ابن زيد أراد أن يأمر بتنكيره وتغييره ليختبر بذلك عقلها. كل هذا المعاني كلها مقصودة.
هنا أحسن الله لكم. المحققون قالوا قال وهو القول الثاني قال وهو ما رجحه الطبري قال ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه أنها خلفته في بيت جوف في بيت في جوف أبيات بعضها في جوف بعض مغلق مقفل عليها فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق ولا وأقفال حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه فكان لها في ذلك أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته. على كل حال القول الأول يجمع هذه كلها. القول الأول أخذه قبل أن تسلم حصلت الأمور هذه كلها أساسا. نعم. الكلام قبل أن يأتوني مسلمين. قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد عثيمين في تعليق على تفسير الجلالين ولكن قوله قبل أن يأتوني مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتوا مسلمين إليه فهو جائز وإذا كان بعد ذلك فليس بجائز وفي هذا نظر لأنها بمجرد ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت مالها وقد حمت فمالها محترم قبل أن تصل إلى سليمان بمجرد إسلامها وهي إذا غادرت ستأتي بلا شك مستسلمة فإنه ما يسب الله يقول الشيخ ما يحصل هذا حتى تصل إلى الإسلام نعم حتى تتلفظ نعم حتى تصل نعم فقال الشيخ نويش هذا قول الله هذا قول الله قول الطبري هذا هو نعم هو أهم شيء الإسلام والمعاني كلها داخلها بعد الإسلام نعم حسن الله حسن الله إليكم قال عفريت من الجن أي مارد من الجن سري قبلها آخر مقالات قبل يأتوني مسلمين حسن الله إليكم وقيل قبل أن يأتوني مسلمين قيل هو من الدخول في دين الإسلام وأنه طلب عرشها لأنه أراد أن يأخذه قبل أن يعصمها ومالها الإسلام لأنها إذا أتت مسلمة لم يحل له أخذ مالها بغير رضاها وقيل قبل أن يأتوني مسلمين أي منقادين خاضعين وعلى هذا القول قيل إنه أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله وأجره على يده ليجعله دليلا على صحة نبوته سيما بعد أن علم باستيثاقها من عرشها وأنها وكلت عليه حفظه وقيل أراد أن يأتوه به قبل وصولها لتنكيره اختبارا لها في عقلها وفطنتها طيب. والأرجح القول الأول وهو يتضمن القولين الأخيرين لأنه متضمن للقول الأخيرين أو هو متضمن والأرجح القول الأول وهو متضمن للقولين الأخيرين إذا أسرت حصلت الأمور كلها يختبر عقلها ويختبر كلها نعم وقيل أراد أن يأتوه به قبل وصولها لتنكيره اختبارا لها في عقلها وفطنتها والأرجح القول الأول وهو متضمن للقولين الأخيرين نعم الله عليك. قال عفريت من الجن أي مارد من الجن وهو القوي النشيط جدا أنا آتيك به أي بعرشها قبل أن تقوم من مقامك أي من مجلسك الذي تجلس فيه للناس للنظر في أحوالهم وخصوماتهم وكان مجلسه عليه السلام من الصبح إلى الظهر كل يوم عليه الصلاة والسلام الصبح في دليل على أن الصبح إلى الظهر التحديد هذا يعني مجلس نعم يجلس للناس ولكن التحديد هذا نقل هنا وقال حسن الله إليكم نعم أقرأ كم القراءة نعم طيب حسن الله إليكم
من كثير نقل عن السدي وغيره كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس. فقد يعني قول السدي نعم قيل قال قيل وكان بدلا من الجزم يقول قيل بس أو قال المفسرون إنه كذا أو قال نعم قال بعضهم نعم نعم كمل قيل حسنا عليك. إيه ينقل على أنه قيل نعم كمل سم حسنا عليكم. نقل من بغوي قال قال ابن عباس وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه. نعم كل ذاك الله أعلم مجلسه نعم تحديده نعم حسنا عليكم. وكان مجلسه عليه الصلاة والسلام من الصبح إلى الظهر كل يوم. نعدلها الجملة اللي قبلها حسنا عليكم في قوله تعالى قبل أن تقوم من مقامك أي من مجلسك الذي تجلس فيه للناس للنظر في أحوالهم. قال عفريت من الجن أي مارد قوي. قال عفريت من الجن أي مارد من الجن وهو القوي النشيط جدا. أنا آتيك به أي بعرشها قبل أن تقوم مقامك أي من مجلسك الذي تجلس فيه للناس للنظر في أحوالهم وخصوماتهم. وكان مجلسه عليه الصلاة والسلام من الصبح إلى الظهر كل يوم. قيل بس بدل نجزم قيل إنه أو قال بعض المفسرين قيل وقيل إن مجلسه عليه الصلاة والسلام من الصبح. نعم والله أعلم والله أعلم. نعم وقيل إن مجلسه عليه الصلاة والسلام من الصبح إلى الظهر كل يوم والله أعلم. نعم وإني عليه لقوي أي على الإتيان به أمين أي عليه وعلى ما فيه فلا أقتطع منه شيئا ولا أبدله. قال الذي عنده علم من الكتاب قيل هو رجل عالم صالح يقال له آصف بن برخية كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي قبل أن يرجع إليك طرفك من التعب فدعا الله بذلك الاسم. التعب هكذا مكتوب يعني تقييد من التعب ما قبل قبل أن يرتد إليك طرفك أي قبل أن يرجع إليك طرفك من التعب. التعب هذه كانها زايدة أنا كم شوف فدعا الله بذلك الاسم الأعظم فحضر العرش حالا. فلما رآه أي رأى سليمان عرش بلقيس مستقرا عنده أي حاضرا عنده قال هذا من فضل ربي أي من تفضله علي وإحسانه إلي ليبلوني أي ليختبرني بذلك أأشكر أم أكفر أي أشكر إنعامه وفضله وإحسانه أم أجحده. فلم يغتر عليه الصلاة والسلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين بل علم أن ذلك اختبار له أن ذلك اختبار من ربه له. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأن منفعة شكره وثمرته عائدة عليه لأن منفعة شكره وثمرته عائدة عليه حيث يستبقي نعمة الله عليه ويستزيد من فضل الله. ومن كفر أي جحد ولم يشكر فإن الله غني أي عنه وعن شكره لأنه تعالى غني بذاته وغني عن جميع خلقه كريم أي كثير الخير والإنعام يعم بخيره وإنعامه الشاكر والكافر في الدنيا. وفي إثبات اسم الله الغني والكريم لله عز وجل صفة الغنى والكرم وفي إثبات اسم الله الغني والكريم وصفة الغنى والكرم. نعم أحسن عليكم بس في تكملة نضيفها في آخر نعم. إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها
وكفرها داع لزوالها. إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها. ولأن ها كثير نعم يوم خير لأن هنا كما يعني مذكور هنا يعم بخيره وإنعامه الشاكر والكافر في الدنيا ثم قال استثنى هنا إلا أن شكر نعمه داعي للمزيد لعله يخص به المؤمن. إيش يعم قوله تعالى كريم أي كثير الخير والإنعام يعم بخيره وإنعامه الشاكر والكافر في الدنيا إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها. إلا أن أو لكن يصح لكن شكر نعمه لكن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها. وفي إثبات الغني اسم الغني والكريم وصفة الغنى والكرم بعدها وصدها مكان مش بعدها قال نكر لها قال إيش نكر لها عرشها ننظر قول هذا قول أصف تسمية الأصف اللي يعلم اسم الله الأعظم إلى إنه إيش؟ صلى الله عليكم. قال الذي عنده علم الكتاب. نعم. قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب قيل هو رجل عالم صالح يقال له آصف بن برخية. برخية باللام. برخية بالراء. كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. أنا أتيك به. طيب إيش قال عليه البعوي قال الذي عنده من الكتاب نعم صلى الله عليك صلى الله عليكم. قال البغوي رحمه الله واختلفوا فيه في الذي عنده نعم واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. وقال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم أو صديقا ضبطنا بالصلاة وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروى جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال إن آصفا قال لسليمان حين صلى مد عينيك حتى ينتهي طرفك فمد سليمان عينيه فنظر نحو اليمين ودعا آصف فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون به خدا حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان. وقال الكلبي خر آصف ساجدا ودعا بسم الله الأعظم فغاب عرشها تحت الأرض حتى نبى عند كرسي سليمان. وقيل كانت المسافة مقدار شهرين. واختلفوا في الدعاء الذي دعا به آصف فقال مجاهد مقاتل يا ذا الجلال والإكرام وقال الكلبي يا حي يا قيوم. وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وروي عن الزهري قال الدعاء الذي عنده علم أو دعاء الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت أتيني بعرشها. وقال محمد بن كدر إنما هو سليمان قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علما وفهما أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان هاتي. قال أنت النبي ابن النبي وليس أحد أوجه عند الله منك فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك. فقال صدقت ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. سليمان نعم هذا القول الثاني نقول هذا القول من دعاء سليمان. لا ها لا مخالف يعني ظاهر الآية قال الذي عنده يعني مش بعده
قلته يتكلم عليه انتهت الأقوال. وقوله تعالى قبل أن يرتد إليك طرفك، قال نعم هذا كلام على إرداد الطرف. طيب شو قول؟ نعم. قال سعيد بن جبير يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى، وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال مجاهد يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئة. وقال وهب تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. كانت من التعب ما جاءت هذه من التعب ما فلما رآه القرطبي إذا كان الأقوال هذه ولا في زيادة للوسي تكلم عليها ولا في زيادة نقل أقوال ما في زيادة ها يعني لوسي جوزي في ذلك الذي عنده علم الكتاب. ثم قال يعني ذكر كمان قرطبي أكثر من فسيان لأنه آصف. طيب شو طيب شوف قال الذي عنده الكتاب عندنا في تفسير رجل قال الذي عنده من الكتاب قيل هو رجل عالم صالح يقال له آصف بن برخياء كان يعرف اسم الله الأعظم. قيل بدأ قال أكثر المفسرين قال أكثر المفسرين قال نكروا لها عرشها قفعة قال هذا إن شاء الله يوم الثلاثة إن شاء الله سيكون الدرس إن شاء الله في المساء سنة أبي داود وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وسلم. ثلاثاء نكمل النمل حسن ثلاثاء نكمل السورة نكمل السورة ماشي إن شاء الله الثلاثة حتى تكمل السورة وفق الله جميع طاعته سبحانه الله وتعالى.